بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج الهلة، هذا البرنامج اللي طل عليكم يوميا من الأحد للخميس، من خلالها نأخذ لنا موضوع وعلى أثر هذا الموضوع الناقشة بطريقة دينية، بطريقة شرعية، بطريقة اجتماعية. كل هذا ما هو إلا فائدة للمجتمع. قضايانا كثيرة، موضوعاتنا أيضا كثيرة، واليوم فيها راح نتكلم فيه عن الإذكار اليومية. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الدكتور سالم العبدان. حياك الله شيخ، وأنا سعيد في لقائك. الله يحييكم، وأنا أسعد في هذا اللقاء. شيخنا الغالي، لا شك بأن الإذكار اليومية هذا تعتبر حصن حصين للمسلم، وتعتبر يعني خطوات أساسية تحفظ نفسك عن العين، تحفظ نفسك عن الغم الهم، يعني أمور كثيرة. فالأذكار اليومية تعتبر أمر أساسي في حياة كل مسلم. لو نبي أعطي مقدمة عن الأذكار اليومية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. حقيقة الأذكار اليومية التي وردت فيها النصوص الشرعية من الله سبحانه وتعالى لتواصل الإنسان مع ربه. فكلما إنسان دائما يذكر الله كلما تواصل أكثر وأكثر مع الله سبحانه وتعالى، يبعد عن نفسه الغفلة والهم والغم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله من خير الناس، قال من مات ولسانه رطب من ذكر الله. شوف رطب، يعني دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، يردد هذه الأذكار حتى يكون تواصل الإنسان، يبعد الشيطان عن نفسه، عن الغفلة وعن إيش كذلك الران الذي يعني يصير على القلوب بسبب مكابرة الحياة ومشاق الحياة وغيرها والهموم وغيرها. فتأتي هذه الأذكار هي مثل ما تفضلت حصن الإنسان من الشيطان وإعانة من الله سبحانه وتعالى في مسلك ربه سبحانه وتعالى. نعم. إذن شيخ الغالي، من خلال هذه المقدمة الجميلة والرائعة من حضرتك، الآن بتكلم شيخنا الغالي على أوقات الأذكار اليومية، هل لها وقت معين أو أن هناك في وقت معين للأذكار وفي هناك لا وقت متسع طويل للأذكار؟ نعم صحيح أخوي، بالصباح الحقيقة الأذكار هي كما قسم العلماء هي أذكار مطلقة ومقيدة. نعم. الأذكار المطلقة التي تكون سائر اليوم بأي وقت تقول الإنسان، سواء كان في بيتك، في وظيفتك، في سيارتك، مطلقة. الرسول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، تملأ الميزان، وغيرها من هذه الأذكار المطلقة. وقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم غفرت له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وغيرها. هذه إيش مطلقة. هناك مغيدة، أذكار بعد الصلوات، أذكار مثل وقت يورد في بعض الأماكن في العمرة أو الحج أو غيرها، في العيدين قبل الخروج المصلى التكبير مثلا وغيرها. هذه مطلقة، هذه مغيدة. ولذلك دائما هذا الإنسان يعني يستمر بهذه الأذكار. وخير ما حقيقة مؤلف لأمرها ما ذكرناه حصن المسلم. نعم. يعني إيش تكون حصن الإنسان من الشيطان، إن شيطانكم عدوا فاتخذوه عدوا، تجعل خلعة كبيرة بينك وبين هالأذكار، بينك وبين الشيطان لا يدخل عليك مهما يكون، وبحسب قوة هالأذكار وكثرتها تبني لك سياج وحصن. شيخ الغالي، على كلام اللي انت ذكرته ودي أتكلم عن بعض الوسائل المعينة على الأذكار اليومية، مثل شنو الإنسان يجب أو المسلم بالتحديد أنه يتخذها؟ هناك وسائل حاولك تحرص عليها. بعض حقيقة الوسائل أو غيرها، مثلا إنسان يعني من الوسائل حقيقة المهمة أن يعرف أهمية هذه الأذكار. ممتاز. جدا أهميتها وأنها صلة بين الإنسان وربه، هذه أكبر مهم. الشغلة الثانية احتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أهمية كذلك عدم يعني الغفلة والهم والغم وغيرها، هذه من أسباب ترك الأذكار. الغفلة والهم والغم غيرها. نعم. هذه نقدر نقول عليها سيطرة الشيطان عليك. إذا سيطر الشيطان جاء يعني يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. دائما الشيطان حريص على الحزن. يا شيخ الغالي، تتفق معي بأن الوسائل الحديثة مثل يعني البرامج الذكية لها دور كبير في تذكير بالأذكار اليومية؟ ما في شك. زين، إيش رأيك نناقش هذا الموضوع ولكن تسمح لي بعد الفاصل؟ نعم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن بعدها نكمل.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الساعة المباركة اللي تتابعونا في برنامج الأهلة، وموضوع حلقتنا نتكلم فيه عن الأذكار اليومية. دكتور سالم، لا شك أن في الجزء الأول لما تكلمنا فيها بشكل كبير عن الأذكار، وأنت ذكرت أنها تعتبر حصن أساسي للمسلم اتجاه ظروف الحياة، وأنا ختمت في الجزء الأول على الوسائل المعينة للأذكار، لعل يمكن قلنا من أهمها اللي هو الوسائل الذكية الحين مثل الإنترنت وغيره. نعم، هناك بعض الحقيقة البرامج حقيقة والله الحمد ناجحة بالأمر هذه. أنا بعض الأذكار أو مثلا يقولك حان وقت الصلاة، قبل الصلاة هذه، طيب ذكر وقت الصلاة حتى الإنسان إذا كان انشغل أمر وظيفته بعمله بسوقه بغيرها الذكر من الأمور. لكن حقيقة بعض البرامج هذه يعني الخوف منها أنها إيش مثلا في مكان يعني في مكان غير لائق، مكان أي صح صحيح معك. هذه من سلبيات حقيقة الإنسان أنه يكون، وذاك مثلا إنسان بشدة عمله مثلا أو غيرها، أو مثلا جالس إنسان في مكان في قضاء الحاجة عزكم الله أو غيرها، بالعكس خلنا نقولها مثل دورات المياه أو غيرها. نعم نعم، هذه حقيقة اللي يحتاط إنسان منها إذا جاء مثلا دخلها حاول يسكر هذه في الأمر هذه. واللي هي بشكل عام طيب يعني أن إنسان هذه الأذكار يذكر بالله سبحانه وتعالى ويعين على من وسائل الإنسان. بعض ما تسمع يقول مثلا بعض التطبيقات يقول استغفر الله وكذا، طيب أو اذكر الله سبحانه، من هالكلمات التذكير هذه من وسائل طيبة الإنسان يجعلها إذا يعني إذا ترك هالمحظورات إنها الأماكن غير اللائقة. إذا شيء غالي من خلال هذه الوسائل المعينة وأيضا المقدمة التي ذكرتها وأيضا أهمية الأذكار، الآن بتكلم شيء عن ثمرات الأذكار اليومية. لا شك بأن لكل إنجاز أو لكل هدف له ثمرات. الأذكار اليومية ما هي ثمراتها؟ ثمراتها أنك دائما إنسان دائما يبقى مع صلة مع الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ثمرة حقيقة الإنسان. من ثمراتها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، دائما كل ما يعني كل ما تذكر الله لك أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. منها من ثمراتها أن الإنسان دائما يعني مثل ما يقول ما يشط بعيد الإنسان، سواء بأخلاقه أو أفعاله، إذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان يحصل له موقف الإنسان قوي جدا. أحيانا يعني تأتي مثلا يعصب يغضب يزعل لعله يتطاول لأنه يبغي يتعدى على غيره، تأتي هذا الذكر استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يذكر الإنسان جنبه. هذه من ثمرات الإنسان إيش؟ أنه تثبت حياته اليومية، حياته الدينية الشرعية، يبقى ثابت الأمر، مو متهور، ليس مندفع في الأمر هذا، فيبقى على مسطرة واحدة من حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومن السلوك الحسن والطيب. هذه من حقيقة من ثمراتها. من ثمرات أن تحمل الإنسان من الشيطان في الأمر هذا. من ثمراتها أن الإنسان دائما يكون مبارك حقيقة. صحيح. مبارك. أنا دائما بصراحة الشيخ الغالي أقيس الشخص الناجح في حياته على مستوى مثلا اتخاذ القرارات أو حتى على مستوى المحيط اللي هو عايشة من خلال سكونة وهدوءة في الحياة. هذه دائما ما تعكس أن أنت الأذكار اليومية لها دور كبير في أولا هدوءك في اتخاذك القرار، أيضا عدم غضبك، وأنت عارف أنه يعني إحنا الحين وقت الصيف وأغلب يعني اللي نشوفه مثلا بالشارع وغير تلقاهم سريعين الغضب. شيخ الغالي إحنا وصلنا الآن في الختام، كلمتك الأخيرة. والله أفضل ما إنسان ما حقيقة يحرص على في الوقت هذا حقيقة أذكار الله سبحانه وتعالى. يستغفر الإنسان دائما سبحان الله الحمد لله بالطريق وانت ماشي بطريقك يعني سواء سبحان الله استغفر الله اللهم صل على نبينا محمد. طيب يزيل الهم على فكرة. من إزالة الهم يعني أذكار الله سبحانه وتعالى. فلنحرص عليه جميعا هذا الأذكار، ما يكون إنسان يتبع الإنسان على قسوة القلب. وفي خاصة في هذا الزمن ما تفضلت. قواك الله شيخنا الغالي، والشكر أيضا موصول السادة المشاهدين على حسن استماعكم وأيضا مشاهدتكم لنا. أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.